واحد بيقول سيدة كانت متزوجة وحصلت على طلاق من المحكمة ولم تأخذ تصريح زواج من الكنيسة، وارتبطت بزواج بروتستانتي مع آخر، ومنذ تلك السنين لم تتناول لأنها في حكم الخاطئة وتريد التوبة. طول ما هي عايشة في الزواج ده ملهاش توبة. التوبة يعني تترك ما هي فيه. ما معنى التوبة؟ يعني تسيب اللي انت فيه. احنا الطلاق اللي بيجي من المحكمة بيساعد بيكون لأي سبب من الأسباب لا يطابق الكتاب المقدس، بنعتبره طلاق مدني لكن مش طلاق كنسي. وهي راحت اتجوزت خارج الكنيسة ملناش دعوة بيها، دي محتاجة تقدم طلب للكنيسة انها تخش في الكنيسة من اول وجديد وانها تترك ما هي فيه. كمان البروتستانت ما بيعتبروش ان الزواج سر من اسرار الكنيسة، لا نعتبروه عقد لكن مش سر من اسرار الكنيسة. ما عندهمش هم اسرار الكنيسة، هم يعتمدوا فقط المعمودية والعشاء الرباني ويسموها فريضة المعمودية وفريضة العشاء الرباني، لكن سر من اسرار الكنيسة لا.